السلام عليكم طلبة البيولوجي. إذا كما كنا هضرنا على داك اللايف اللي داز، قلت بلي غادي ندير فيديوهات بحال هكا ونحطها ان شاء الله في الفيسبوك على داكشي اللي بقى لنا في هذا الموديل. إذا دابا وصلنا تقريبا لينيرجي بوتونسييل بعد ما كنا هضرنا على لينيرجي سينيتيك. الوغ قبل ما نتعرفوا على لينيرجي بوتونسييل بطبيعة الحال أنا عطيتكم الرمز ديالها اللي هو او بي ولا هاد او بي لينيرجي بوتونسييل. غادي نتعرفوا على واحد الحاجة مهمة قبل من هما لي فورس، غادي نهضروا على جوج الحوايج دابا اللي هما لي فورس كونسيرفاتيف و لي فورس نون كونسيرفاتيف. مزيان، يلا غادي نحاولوا نتعرفوا على شنو هو لا فورس كونسيرفاتيف. فوقاش كنقول بان اون فورس اي كونسيرفاتيف؟ الوغ غادي ناخذ دي زيكزومبل، غادي ناخذ دي زيكزومبل. نقدر نديرو مثلا اكزومبل 1، اكزومبل 1. اذا ليكزومبل رقم 1 غادي ناخذ اون فورس كونستانت. دائما حنا خدامين مع البوان ماتيريال، اذا عندنا واحد البوان ماتيريال مثلا غادي نقولوا كي يعني سو دي بلاس من البوان ا حتى لو بوان بي. مزيان، نقولوا هذه هي داك البوان ماتيريال مشات لنا من النقطه ا حتى النقطه بي. غادي نفترضوا بان هذا البوان ماتيريال خاضع لواحد لا فورس كيدايره اف كونستانت، يعني خاضع لواحد لا فورس اف. هاد اف ايتون فورس كونستانت. شنو هي كونستانت؟ بمعنى لا فورس ديال اف ما كاتشانجيش، يعني ما كتبدلش لو سونس وما كتبدلش لا ديريكسيون وما كتبدلش لانتونسيتي. مثلا غادي نقول انا اف، مثلا نقولوا كتشوف الفوق هادي اف، مثلا اف هي هنا شويه داك البوان ماتيريال وصلت لهنا، فين غادي تكون اف؟ غتبقى دائما نفس الاتجاه نفس المنحى نفس المنظر. شويه البوان ماتيريال وصلت لهنا، داك البوان ماتيريال راه كتحرك وصلت لهنا، اف دائما هكا. دونك اف كتبقى هي وصلت لهنا، دونك اف نفسها. اذا ما كتغيرش الاتجاه، ما كتغيرش المنحى، وما كتغيرش حتى المنظر. دابا انا بغيت نعرف، انا الهدف ديالي هو نتعرف على لي فورس كونسيرفاتيف. شوفوا معايا مزيان، دابا انا غادي نحسب اشنا هو لو طرافاي ديال لا فورس اف من ال بي. لو طرافاي ياك ديجا درنا التعريف، لو طرافاي اللي كنرمزو بها دبليو ديال لا فورس اف منين؟ دو ا فيغ بي. مزيان، شوف معايا مزيان، حنا شنو كنعرفو على اف؟ F est une force constante. حنا قلنا ملي كتكون عندك لا فورس اي كونستانت، دونك شنو هو لو طرافاي ديال لا فورس كونستانت؟ هو F، كشفناها في اللايف اللي داز، F برودوي سكالير مع من؟ مع الفيكتور AB، المتجهة AB. صافي، إذا لو طرافاي ديال لا فورس F من AB هو F جداء، يعني جداء سلمي AB. دابا لحد الساعة مازال ما هضرش على فورس كونسيرفاتيف. شوفوا معايا مزيان، دابا هذا التعريف. دابا غادي نعتبر، غنعتبر بأن البوان ماتيريال، داك البوان ماتيريال مشات من ال بي، تبعت هاد الطريق هادي، مشات من هنا لهنا 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 توصلت للبي. غادي نعتبرو هذا غنسميه لو شومان أن، يعني المسار رقم واحد، لو شومان أن. صافي، نسميو هذا شومان أن. دابا تخيلوا معايا هاد البوان ماتيريال ما مشاتش من هنا، يعني بدات من ا ولكن خدات واحد الطريق اخرى. مثلا نقولوا الطريق اللي خداتها دارت واحد الطريق اخرى، ها هي مشات من هنا من هنا من هنا من هنا وعاد وصلت ل بي. الوغ غادي غنسميه شومان بي، شومان دو، ولا نسميه شومان دو. اذا شوفوا معايا مزيان، لو بوان ماتيريال مني مشات من لو شومان ان هو هذا، و البوان ماتيريال مني مشات مع لو شومان دو. دابا انا شنو غادي ندير؟ غادي نحسب اشنو هو لو طرافاي ديال اف من ال بي في الشومان الاولى وفي الشومان الثانيه. يلا نحسبوا بطبيعه الحال، نديروا القاعده لو طرافاي دو لا فورس اف بطبيعه الحال من ال بي غادي نسميه في لو شومان، ندير هنا واحد زعما لو شومان. الوغ شنو كتقول القاعده؟ بما ان اف ايتين فورس كونستانت، الوغ كتساوي اف جداء سلمي يعني برودوي سكالير مع ا بي.
دابا نحسبوا اشنو هو لو طرافاي ديال لا فورس اف من ال بي، ولكن في لو شومان دو فين هو لو شومان دو، يعني مشات من هنا البوان ماتيريال، مشات من هنا بطبيعة الحال داك البوان ماتيريال خاضعه لواحد لا فورس اللي هي كونستون. الوغ شنو هو لو طرافاي؟ نفس النتيجة ها هي اف، بما ان اف اي تون فورس كونستون جداء سلمي ا بي. اذا شنو كيبان لكم انتوما؟ انا شنو درت؟ حسبت لو طرافاي ديال اف في لو شومان الاولى، وحسبت لو طرافاي ديال اف في لو شومان دو. شنو لقيت؟ نفس النتيجه. ها هي النتيجه هادي هي هادي، يعني هذا وهذا كي دايرين متساويين. الوغ النتيجه اللي غادي نتحصل عليها انا لو طرافاي دو لا فورس اف من ا جوسكا بي في لو شومان الاولى كتساوي لو طرافاي دو لا فورس اف من ا لبي في لو شومان الثانيه. الوغ شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ بلي هاد لا فورس كونستونت لو طرافاي ديالها نفسو ما تبدلش، وخا بدلت لو شومان الوغ لو طرافاي ما تشونجاش. الوغ كنقولو بلي اف اي تون فورس كونسيرفاتيف. دابا عرفنا شنو هي فورس كونسيرفاتيف. فوقاش كتكون لا فورس كونسيرفاتيف؟ الا كان لو طرافاي ديالها ما عندوش علاقه بلو شومان سويفي، يعني واخا تشونجي لو شومان كيبقى ميم طرافاي. Alors on dit que la force est conservative, focash, il est que le travail d'ela ne dépend pas du chemin suivi, mais عندوش علاقه بالشمان، عندو علاقه بجوج حوايج، بلو بوين دو ديبار، هادي سميتها لو بوين دو ديبار اي لو بوين داريفي. يعني شنو المعنى ديالها؟ مثلا الا بدلت لو بوين، مثلا البوين ديبار هي، الا انا خديت واحد النقطه اخرى، خديت النقطه سي مثلا، البوين ديبار هي سي والبوان داريفي هي بي، يعني البوان ماتيريال مشات من سي تال بي. هاد المرة واش غادي تبدل لو طرافاي ولا ما غادي تبدل لو طرافاي؟ علاش؟ ها انتوما، لأن لو طرافاي دو لا فورس اف من سي تال بي شنو هو؟ هو اف برودوي سكالير سي بي. شوف هنا عندك ا بي وهنا عندك سي بي، دونك هذا راه ماشي هو، هذا تبدل. الوغ إذا شوف معايا مزيان باش تفهم. الوغ فوقاش كنقول على فورس كونسيرفاتيف؟ خص يكون لو طرافاي ديالها، لو طرافاي ديالها نو ديبون با دو شومان سويفي، ما عندوش علاقه بلو شومان، يعني واخا نشونجي لو شومان لو طرافاي غيست لو ميم، كيبقى هو عنده علاقه باش ال ديبون سولمون، باش كيتعلق بلو بوان دو ديبار و لو بوان داريفي. يعني الا بدلت البوان ديبار و البوان داريفي طبيعه الحال لو طرافاي il va changer. اذا شنو غادي نقول؟ alors f finalement je dis que f est une force qui dira conservative. اذا دابا تفهمنا، اذا ملي كنبغي نبرهن بان لا فورس واش كونسيرفاتيف ولا نون كونسيرفاتيف، شنو خصني ندير؟ كنحسب لو طرافاي ديال لا فورس اف مثلا من البي. الوغ الا كان هاد لو طرافاي نو ديبون با دي شومان، شنو المعنى ديال؟ يعني واخا نشونجي لو شومان لو طرافاي ما كيتبدلش، يعني في هاد الحاله هادي كنقولوا بان لا فورس كونسيرفاتيف. صافي اتفقنا. نعاود اخر مره، كنقولوا بلي لا فورس اي كونسيرفاتيف الا كان لو طرافاي ديالها نو ديبون با دو شومان سويفي، ما عندوش علاقه بلو شومان سويفي، يعني واخا نشونجي لو شومان ما كيتشونجاش لو طرافاي، مي اونيكمون كيتعلق فقط باش بلو بوان دو ديبار و لو بوان داريفي. الا قال لك شي واحد عطيني شي مثال ديال اون فورس كونسيرفاتيف، ها هو اول مثال، هو هذا. شنو هو المثال الاول؟ لا فورس كونستانت. الوغ chaque force constante, il est quand même une force constante, alors la force constante c'est une force conservative. Il est quand F est une force constante, donc F اي كونسيرفاتيف. من بعد ان شاء الله غادي نقول لكم علاش سميناها فورس كونسيرفاتيف، من بعد ملي غادي نهضروا على لينيرجي ميكانيك.